اهلا وسهلا، رجعنا لكم فيديو جديد مع دولسي وبيلا، واليوم كمان معانا اودي. فيديو اليوم راح يكون مقارنه بين البومرينيان والبودل. طبعا اللي محتارين بين هذه الفصيلتين، فيديو اليوم مره راح ينفعكم وراح يوضح لكم اشياء كثيره. اول شيء راح نتكلم عنه اللي هو الكوت. الكوت عند البومرينيان دبل كوت، وطبعا يصير لهم شيدينج. اما بالنسبه للبودل فلو تشوفون او تلاحظون الشعر كيرلي، وشيدينج عندهم شبه معدوم، يعني مرة خفيف جدا لا يلاحظ. فهذا أعتبره صراحة من الميزات عند البودل على عكس البومرينيان اللي يحتاج عناية مرة كثيرة. يعني البومرينيان في الشيدينج سيزن مرة يحتاج عناية، لازم له تمشيط باستمرار وترطيب للكوت، على عكس البودل اللي أشوف إن العناية فيه أسهل شوي. الشيء الوحيد إن شعرهم ممكن يكون يطول بسرعة ويحتاج له قص. طبعا كلهم الاثنين يحتاجون عناية بالكوت حقهم، لكن البودل أقل مقارنة بالبومرينيان. بالنسبة لقص الشعر، البودل يحتاجون أحد محترف أكثر عشان يرتب شعرهم، أما البومرينيان فيعتبر سهل، أو حتى ممكن بس نحدد أطراف الشعر، مو ضروري إن نقصه. وأساسا ممنوع إننا نقص أو نحلق شعر البومرينيان تماما، لأن هذا جدا جدا مضر. الشيء الثاني اللي راح نتكلم عنه اللي هي شخصية البودل وشخصية البومرينيان. طبعا اللي لازم نعرفه ان كل كلب عنده شخصية تميزة، بس هذه ممكن تكون صفات عامة. البودل بالعادة يكونون مرة مرة أذكياء وسهلين بالتمرين كمان، ويكونون جدا جدا أكتف. أما البومرينيان فهو اجتماعي أكثر ويحب الطلعات، وأكتف بس بشكل أقل من البودل. الشيء الثالث اللي هو اللعب والتمارين. البودل لازم تعرفون انه يحتاج تمارين مرة كثيرة ولعب، وممكن انه يحتاج يمشي اكثر من مرة باليوم. يعني طاقة البودل من الفصائل اللي طاقتهم جدا جدا عالية. اما بالنسبة للبومرينيان طاقتهم تعتبر متوسطة، وهذا لا يعني انهم ما يحتاجون يتمرنون او يطلعون يمشون، ولكن بشكل اقل. بالنسبة لتعلقهم بالأونر، الفصيلتين عندهم تعلق جدا جدا عالي بالأونر، ومرة يحبون الأونر وجنتل معاه. النقطة اللي بعد كذا جدا مهمة اللي هي النباح. طبعا البومرينيان يعتبرون من الكلاب اللي تنبح، خاصة إذا ما تدربوا. يعني أي أحد يجيب بومرينيان لازم يدربه متى ينبح ومتى مطلوب منه ما ينبح ويسكت، ممكن لأنهم يعبرون أكثر بصوتهم ويتكلمون. أما بالنسبة للبودل فهم يعتبرون أقل في النباح، يعني ممكن يطلعون صوت بس إن صوتهم يكون جدا خفيف. بعد كذا راح نتكلم عن تفاعلهم مع الأطفال. البودل يعتبرون مع الأطفال من أفضل الفصائل، جدا جدا ممتازين مع الأطفال. أما البومرينيان مع الأطفال ما يعتبرون الأفضل، لكن بالأخير ما هم سيئين أبدا مع الأطفال، خاصة إذا تدربوا. بعد كذا راح نتكلم عن كل من الفصيلتين مع الأشخاص الغرباء. البودل جدا فرندلي مع الغرباء، يعني إذا شافوا شخص غريب جدا يتفاعلون معه ويحبونه على طول. البومرينيان عادة مو مرة يحبون الغرباء، بالذات إذا ما شافوا ناس من هم صغار. يعني البومرينيان على حسب ما تدربونهم أو تعودونهم هم يمشون على نفس الطريقة. أما مع القطط، البودل يعتبرون كات فرندلي، يعني مو أحسن شيء بس أنهم برضو يتقبلون القطط. أما البومرينيان مرة مرة يحبون القطط، لكن لا ننسى نقطة مهمة، إن في طريقة لتعريف القطة على الكلب، مو بسهولة فجأة نحطهم الاثنين في مكان واحد. وطبعا حابة أذكركم إن في فيديو سويناه بالطريقة الكاملة لتعريف القطة على الكلب. أما بالنسبة لتفاعل البودل والبومرينيان مع الكلاب الثانية، البودل يحب يشوف كلاب ويلعب معاهم، أما البومرينيان وسط، مو مرة يحب الكلاب، بالذات إذا ما شاف كلاب من هو صغير ولعب معاهم ولا كان عايش معاه في نفس البيت. بالنسبة لمتوسط العمر للبودل والبومرينيان تقريبا من 13 سنة إلى 16 سنة. طبعا هذا الموضوع يلعب فيه عوامل مرة كثير، زي الغذاء الجيد وكمان نشاطهم أو التمرين حقهم، وإننا نكون معطينهم كل الحب. أما بالنسبة للجو، لازم نعرف أن البومرينيان ما يتحملون الحر أبداً لأن عندهم دبل كوت، فالبومرينيان يحب البرد أكثر إلى الجو المتوسط. البودل يتحمل الحر أكثر، وبالعكس ممكن يبرد لأن ما عنده كوت ثقيل يحميه، فلازم ننتبه على البودل أن نلبسه أو ما نحطه في مكان جداً بارد. أما البومرينيان بالعكس راح ينبسط أكثر كل ما كان الجو حلو أو بارد.
بعد كذا المكان اللي يفضلون يعيشون فيه البومريني والبودل طبعا كل ما كانت المساحة أكبر فهو أفضل للكلب، ولكن هم يتحملون أنهم يعيشون في مساحة صغيرة زي الشقة، ولكن لازم نلحهم نمشيهم أو نسوي لهم تمارين يوميا إذا كان بالشقة أو خارج الشقة أفضل. بعد كذا راح نتكلم عن الأمراض اللي لا سمح الله ممكن تصيب البودل أو البومرينيين. من الأمراض الشائعة عند البومرينيين واللي لازم ننتبه عليه اللي هي زيادة الوزن، فلازم يكون وزنه الوزن المناسب، وهذه لازم تسألون الدكتور فيها، ويكون يأكل أكل جدا هيلثي لأنه كمان ممكن يكون معرض للسكر. أما بالنسبة للبودل من الأشياء اللي لازم تنتبهون عليها اللي هي شبكية العين، الأفضل أنكم لو شفتوا فيها أي مشكلة على طول تفحصونها، واللي لازم نعرفه أن هذه الأشياء إن شاء الله ما رح تصيبهم إذا كانوا يأخذون أكل جدا كويس وكمان يتمرنون بشكل مستمر. وبالأخير اللي حابة أقوله أن المعلومات هذه كلها حصلت عليها لما كنت أسوي بحث عشان أتعرف على فصيلة البومرينيين والبودل، غير الإكسبيرينس والمواقف اللي خلتني أتعرف على شخصياتهم أكثر، وكلهم الاثنين بالنسبة لي جدا جدا مفضلين وأحبهم. وبس كذا وصلنا لنهاية المقطع، إن شاء الله تكونون استمتعتوا واستفدتوا، وكل الأونرز اللي عندهم بودل أو بومرينيين يكتبوا لنا الصفات حقتهم أو إيش لاحظوا عليهم عشان الكل يستفيد. نشوفكم فيديو جديد مع دولسي وبيلا وتوم.